لا تقل مداخل البلديات الساحلية لولاية بيجاية من عائدات مشاريع الامتياز السياحي عن 800 مليون سنتيم في أول تجربة موسعة فيما يسمى بخصصة الشواطئ وكراء مختلف المواقع الخدماتية المرتبطة بموسم الاستياف. أول تجربة في استثمار في مجال كونسيسيون دو بلاج انتر لي باركينغ و لي باراسول وهادو الأماكن بلوس هاديك لا كونسيسيون دونك بالك تجي لنا اونفيرون بلوس دو 8 مليون دينار. سانسيرمون في الصيف نومبر دابيتون Et se multiplie fois 10. Pour 13 000 habitants, c'est les mêmes. Ils peuvent être 100 000 habitants. Donc vraiment, c'est difficile de parer à ce déficit. Les concessions sont des projets inoukas. Nous avons la Khaled, nous avons la plage Sahel, nous avons le tableau. La rentabilité. Bélédié, la rentabilité. Les jeunes universitaires, les jeunes chômeurs, il y a des pères de famille. Donc, les médabillés, ils sont en train de les concessionnaires. Ils sont en une trentaine à une quarantaine de personnes. تطرح مختلف الشواطئ المصنفة ضمن الاستثمار السياحي أسعارا متقاربة مقابل خدمات تقدم للعائلة المتوافدة عليها. طبلاج واحد 40 كرسي 600000 هذا هي لا النظام اشو النظام دي تكشمت ديجا سي فاميليال ما تبي دار شي لاني دي لعبن يدا داخل غراتوي الى دي لعبن دي دوشيك لي سانيتير لي جون سيكوريتي لان خدام لي كات شيز طابل باراسول 1400 دينار لاكسيون لا في غراتوي بالداك 3500 دينار دو ترونزات طابل باراسول 2500 دينار دي بري مزيانون خميت اكسبري باش لعبتي ساعه ندير من هذه عوم لعبتي ساعه هذه عوم. ميزه هذه الشواطئ انها مفتوحه فقط للعائلات وكاميرا النهار رصدت ارتياحا لدى المتوافدين عليها. كان بي مودرنيزي وداروا شواطئ بريفي هذو ولي طاطات لهم لي زاغريمون ما شاء الله الناس تخدم سي بروب صافي بليزير والله صافي بليزير. دي بلاش بريفي هذو تنعوم فيها باسكو عجبتني ما شاء الله. Que ça soit la cave, que ça soit la plage, c'est très propre. Les chawats, les privés, ils sont bien faits par rapport à les autres plages. Qu'est-ce qu'on a remarqué? C'est la propreté, c'est cool, les douches, tout qu'est-ce qu'il faut. Les plages, surtout la sécurité. Il faut garder tous les chambres. Les postes, les chambres, les chambres. Il faut garder bien, mais le budget est là, c'est رفع عدد شواطئ الامتياز السياحي هذه السنة بولاية بيجاية إلى 26 شاطئا في خلاصتها تجربة في طريق تطوير قطاع السياحة الشاطئية رغم الجدل الكبير الذي ميز الشروع في تطبيق هذه النظرة السياحية الجديدة.